اللي مهتمين باش انهم يدفعوا، راه الدفع باقي كاين، لكن الفلوس ما غادي يبداو يخرجوا حتى المورا الكونفينمون وتسالي هذه الازمه ديال كوفيد 19. ما كاين باس الا درنا واحد التذكير ببرنامج انطلاقه ونعرفوا شكون هما الاطراف الساهره على تنفيذ هذا البرنامج واشنا هما التمويلات اللي حاطين هاد الناس. اذا برنامج انطلاقه هو واحد البرنامج اللي فيه ثلاثه ديال لي بارتي، ثلاثه ديال الاطراف اللي هما وزاره الاقتصاد والماليه، بنك المغرب وجي بي بي ام. شنو هو جي بي بي ام؟ هو المجموعه المهنيه ديال ابناك المغرب، يعني الابناك اللي كاينه في المغرب كامله دايره واحد المجموعه. هاد ثلاثه ديال الاطراف هما برئاسه جلاله الملك محمد السادس لتسهيل الولوج الى القروض للمقاولات الصغرى والشباب حاملي المشاريع وكذلك المقاولين الذاتيين. كيف ما هو معروف برنامج انطلاقه فهو برنامج اللي كيجي بدون ضمانه، ما كيطلبش منك شي ضمانه باش انك تولج للتمويل. وكذلك في واحد القضيه زوينه اللي ما كانش في مجموعه من القروض الاخرى اللي هي قرض بنسبه 2% ديال لي زانتيري. هذا البرنامج هذا شكون هو الطرف اللي كيضمن حاملي المشاريع؟ منين قلنا انتم ما غاديش تجيبوا شي ضمانه، فشكون كيضمن حاملي المشاريع؟ حاملي المشاريع كيضمنهم صندوق المركزي للضمان لا سي سي جي. هذا الصندوق المركزي للضمان تحطات فيه ما مجموعه 8 ديال المليار تاع الدرهم ديال الضمان ديال الفينونسمون الضمان وماشي ديال الفينونسمون الكريديات. النسبه ديال الضمان هي 8 المليار تاع الدرهم. هاد 8 المليار تاع الدرهم مقسمه على 3 ديال الاطراف. الدوله المغربيه حطات 3 المليار تاع الدرهم، الابناك حطوا 3 المليار تاع الدرهم، و لي فون حسن 2 بور لو ديفلوبمون ايكونوميك سوسيال حطوا 2 ديال المليار ديال الدرهم، فولا ما مجموعه 8 ديال المليار ديال الدرهم في نسبه الضمان. بالنسبه للناس او للمقاولات اللي عندهم الحق باش انهم يولجوا لهذا برنامج انطلاقه ويستافدوا من هذه القروض، هما جميع المقاولات الصغيره والصغيره جدا، كذلك المقاولين الذاتيين والشباب حاملي المشاريع الصغرى والناس اللي كيخدموا في المجال والقطاع الفلاحي، باستثناء الناس اللي كيديروا لي بروموتور ايموبيلي اللي كيديروا هذه الشهاده ديال المنعشين العقاريين وكذلك لي زيكسبورتاتريس. هاد المقاولات خاص يكون كيميزهم ما يكونوش كيفوتوا 5 سنين داكتيفيتي، يعني ما تكونش عندهم اقدميه فايته 5 سنين، باستثناء المقاولات اللي كيديروا التصدير. رقم المعاملات ما يكونش كيتجاوز 10 المليار الدرهم، والكريدي اللي غادي يطلبوا البنكه فما خصوش يكون كيفوت 1.2 مليون درهم، يعني 120 مليون سنتيم. هاد الكريديات كيف ما قلنا فهي كريديات اللي مضمونه من طرف الصندوق المركزي للضمان، وكتميز واحد الطو دانتيغي او نسبه فائده ديال 2% اور تاكس للناس اللي كيشتغلوا في المجال الحضري، و 1.75% اور تاكس للناس اللي كيشتغلوا في المجال القروي واللي كيشتغلوا في مجال الفلاحه. حتى لهنا مزيان. برنامج انطلاقه اللي معروف عليه هو انهم ما كيعطوكش الكاش في يدك، الفلوس ما كتقبضهمش في يدك، كيمولوا لك الحاجيات الاستثماريه اللي انطلاقة المشروع، يعني كيشريو لك الا خاصك شي ماتيريال، الا بغيتي تبني شي حاجه، الا بغيتي تشري شي ارض. ولكن كاين بزاف ديال الناس اللي غادي يجي ويقول انا خاصني راس مال عامل، خاصني انا شويه ديال الفلوس في يدي باش نحرك المشروع، مثلا خاصني باش نخلص الخدامه، خاصني باش ندير الاشهار، خاصني باش نخلص الماء والضو وندير المازوت للطوموبيل ديالي. اشنو الاجراء اللي دار؟ كاين واحد القضيه اللي كتسمى ستارت تي بي او. ستارت تي بي او هو واحد البرنامج اللي اون باراليل مع برنامج انطلاقه اللي كيعاونك باش انك تاخذ واحد شويه واحد النسبه ديال الفلوس في يدك اللي عطاوها لك كاش. شنو هما المميزات ديال هذا البرنامج ستارت تي بي او؟ الا كنتي استفدتي من القروض ديال برنامج انطلاقه فيمكن لك تاخذ واحد الفوند غولمون او واحد راس المال العامل اللي النسبه ديالو هي 20% من القرض اللي طلبتي. ناخذ واحد المثال بسيط، مثلا شي واحد خدا 10 المليون سنتيم اللي طلب ليهم باش يشريو ليه مثلا شي ماتيريال ولا شي حاجه، وبقات خاصها واحد شويه الفلوس اللي تكون عنده كاش، فهما غادي يعطوا 20% من هذيك 10 المليون، يعني غادي ياخذ 2 المليون كاش في حدود 5 ديال المليون سنتيم، يعني هاد الناس هادو ما يقدروش يفوتوا لك 5 المليون الا عطاوها لك في يدك. لكن باش تستافد من هذا البرنامج ستارت تي بي او خاصك تكون طالب كريدي بقل من 30 مليون سنتيم،
يعني 30 مليون سنتيم هو الماكسيموم بوسيبل ديال الكريدي اللي تقدر انت تكون طالب للبنكه باش يعطوه لك. كيعطوك نسبه 20% في حدود 5 المليون سنتيم. اللي كيميز هذا راس المال العامل، هاد لا صوم اللي كتاخذ، انها كتكون بدون فوائد، كيعطوها لك بدون فوائد، ما كيزيدوش عليك فيها حتى هي 2%، وكتردها انفيني. ما معنى انفيني؟ ما كترداش طريطات بحال الكريدي العادي، كتردها مجموعه. خديتي 5 المليون مثلا مجموعه، غادي ترد لهم 5 المليون مجموعه، وعندك القدره باش انك تردها في 5 سنين مثلا. جمعتيها في الشهر الاول الله يسر، جمعتيها في العام الاول الله يسر، ولا جمعتيها حتى في العام الخامس الله يسر، عندك 5 سنين باش ترد لهم ديك ال 5 المليون انفيني. اما بالنسبه للكريدي ديال الانطلاق، الكريدي الاخر من غير ستارت اب او، فهو كترجعوا طريطات على مده اقصاها 7 سنين، وكيعطوك واحد الديفاغي. اشنا هو هذا الديفاغي؟ هي المده اللي ما كتخلص فيها والو، كتراوح من بين 3 شهور حتى العام على حسب المشروع وعلى حسب البنكه اشنو غادي دير مع داك صاحب داك المشروع. اذا فباختصار هذا هو برنامج انطلاقه بالاجزاء ديالو بجوج، بالكريدي اللي كيمولوا لك الاحتياجات الاستثماريه ديالك، وكذلك برنامج ستارت اب او. للتذكير فبرنامج انطلاقه مازال قائم، والابناك راه مازال كتاخذ لي دوسيي، فقط الديبلوكاج غادي يكون مورا الكونفينمون ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي كتسال اشنو هما الوثائق اللازمه باش يستافدوا من برنامج انطلاقه، فالوثائق اللازمه للاستفاده من هذا البرنامج هي دراسه الجدوى. كيخصك اول حاجه دير واحد دراسه الجدوى اللي كتشوف فيها المشروع ديالك واش غونطابل، واش غادي يدخل لك الفلوس في هذا الوقت الجاي على 3 سنين الجايه ولا لا، اشنو هما الاحتياجات الاستثماريه ديالك، واشنو هما الحويجات اللي غادي تخسر فيهم نتايا الفلوس، مثلا تخلص الخدامه الكراو والموطو، وتشوف واش البروجي ديالك غونطابل وفيزابل ولا لا. كذلك كيخصك تجيب لي فاكتور برو فورما او لي دوفي ديال هذوك الناس اللي غادي تقدم عندهم داكشي اللي محتاج له نتايا، مثلا خاصك طوموبيل او لا سلعه او لا بني او لا شي حاجه، كيخصك تجيب لي دوفي ولي فاكتور برو فورما. كذلك باش انك تقوي الدوسي ديالك، فماشي مشكل الا قدرتي انك تجيب واحد النسخ من لي ديبلوم ولي زاتيستاسيون اللي عندك. اذا بكل اختصار هذا هو برنامج انطلاقه. الان غادي ندوزو لضمان اكسجين. ضمان اكسجين هو واحد البرنامج اللي دارته لجنه اليقظه الاقتصاديه برئاسه وزاره الاقتصاد والماليه. هذه اللجنه هذه وضعت واحد العدد من التدابير الاحترازيه لمواجهه هذه الجائحه هذه، وعلى راسها برنامج ضمان اكسجين. هذا ضمان اكسجين هو اسم على مسمى. برنامج اكسجين جا باش ينقد المقاولات اللي كانت على مقربه من الافلاس. اشنو هو هذا برنامج ضمان اكسجين؟ ضمان اكسجين هو عباره على واحد القرض مضمون بنسبه 95% من طرف لا سي سي جي او لا صندوق الضمان المركزي. هذا القرض المضمون جا باش يساعد المقاولات اللي تضررات من هذه الازمه ديال كوفيد 19. اذا برنامج ضمان اكسجين فهو واحد البرنامج اللي كيستهدف المقاولات الصغيره المتوسطه والصغيره جدا، واللي رقم المعاملات ديالها ما كيتجاوزش 200 مليون ديال الدرهم، يعني 20 مليار ديال السنتيم في رقم المعاملات. وكذلك المقاولات ذات الحجم المتوسط واللي ما كيتجاوزش رقم المعاملات ديالها 500 مليون درهم او 50 مليار سنتيم. وخاص هاد الانواع بجوج ديال المقاولات يكونوا تضرروا في لي زاكتيفيتي ديالهم من جائحه كوفيد 19. دابا عرفنا شكون هما المقاولات اللي تقدر تاخذ هاد الكريدي هذا، ولكن شنو هما المميزات؟ اول نقطه، هاد برنامج ضمان اكسجين كيمول احتياجات المقاوله التي لا يمكن ان يتم تاجيلها، يعني مثلا الكرا، الماء والضوء، لي فورنيسور اللي ديجا عطاوك السلعه وكيتسناوك تخلصهم، لي سالاريا اللي كاينين معاك، هاد الاحتياجات هادو اللي المقاوله ما يمكنش ليها انها تاجلها، وما يمكنش ليها انها تحبسها حتى تفوت هاد الازمه هادي. شحال النسبه ديال هاد القرض هذا؟ ضمان اكسجين كيعطيك 20% من نسبه القروض اللي خداتها المقاوله في حدود 20 مليون درهم. مثلا الى هاد المقاوله ديجا واخده كريديات، فضمان اكسجين غادي يعطيها 20% كاقصى حد من هذوك القروض اللي خدات في حدود 20 مليون ديال الدرهم. ولكن الا كانت هذه المقاوله هذه ديك ال 20% القروض ديالها ما كتغطيش الاحتياجات على مدى 3 شهور، فالبنكه كتعطيها الفلوس اللي غادي يكفيوها باش تغطي الاحتياجات ديالها لمده 3 شهور.
3 شهور بالحساب ديال لي شارج، مثلا تخلص الكران 3 شهور، الموضوع لي فورنيسور على مدى 3 ديال الشهور من الاحتياجات ديال المقاوله، باش هذه المقاوله هذه ما تحبسش في حدود 20 مليون درهم، يعني 20% من القروض. ولكن كاين اللي غادي يطرح التساؤل، انا مثلا عندي مقاوله وما عمرني خديت كريدي، واش ما منحقيش نستفد من ضمان اكسجين؟ بالعكس، من حقك تستفد حتى انت من ضمان اكسجين. ضمان اكسجين الا ما كانتش المقاوله واخده كريديات، يعني دالين دو فونكسيونمون، فالبنكه تقدر تعطيها واحد الكريدي اكسبسيونيل، واحد القرض استثنائي في حدود 5 مليون درهم، واللي خصو يكون كيغطي 3 ديال الشهور ديال لي شارج ديال لي زونتربريز. دابا عرفنا شحال قيمه ديال القروض، فبقى خصنا نتسائلوا كيفاش حنا غادي نديروا حتى نرجعوا هاد القروض هذه للابناك مورا فاش غادي ناخذوا هذا. يعني فاش كتاخذ انت هاد الكريدي ديال ضمان اكسجين كترجعوا انفيني، انفيني كيف ما قلت كترجعوا دفعه واحده ماشي طريطات، في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2020، يعني الاخر العام خصك تكون رديتي داك الكريدي ديال ضمان اكسجين. ولكن الى هاد المقاوله هذه ما كانتش قادره باش انها ترجع داك الكريدي ديال ضمان اكسجين في 31 ديسمبر 2020، فالبنكه كتعطيها واحد الميزه انهم كيخليوها 5 سنين عاد ترجع لهم داك الكريدي، يعني كتبقى عندك 5 سنين كيف ما قلنا في ستارت اب، فحتى في ضمان اكسجين كترجعوا انفيني وعندك القدره انك ترجعوا في 5 سنين. السؤال اللي بقى خصنا نجاوبوا عليه هو نسبه الفائده ديال ضمان اكسجين. نسبه الفائده ديال ضمان اكسجين هي 4% اور تاكس، كيزيدوا 4% اور تاكس ديال الفائده. وباش نعرفوا لا تي في اللي كتزاد في لي طو دانتيغي هي 10% وماشي 20%، 10% هي لا تي في امبليكابل على لي كريدي بانكير. حتى لهنايا غادي نكونوا تكلمنا على برنامج انطلاقه وبرنامج ضمان اكسجين، وهضرنا على شنو هما الاليات والتدابير الاحترازيه اللي داروا لمساعده المقاولات. ولكن عندنا واحد العنصر اساسي ومهم اللي خاصنا حتى هو نتكلموا عليه، واللي هو المقاول الذاتي. اذا قلنا ضمان اكسجين هو واحد البرنامج ديال المقاولات صغيره جدا والمتوسطه، بقى لينا المقاول الذاتي. فالمقاول الذاتي حتى هو دارت له هاد لجنه اليقظه الاقتصاديه واحد القرض ديال 15000 درهم بنسبه فائده ديال 0%، يعني كيف ما خديتي داك الكريدي غادي ترجعو 15000 درهم وكترجعو حتى هو انفيني، اولا عندك القدره باش انك ترجعو طريطات على واحد الخمسه ديال السنين، يعني الا قسموه لك طريطات فغتجيك واحد النسبه قليله، اولا تقدر ترجعو حتى هو انفيني فيصح فيه جوج هاد الحالات هادو. اذا قبل ما ندوز للنقطه المواليه فنبغي نطرح نفتح الباب ديال التساؤلات فيما يخص برنامج انطلاقه وبرنامج ضمان اكسجين وكذلك القرض ديال المقاول الذاتي. شكون الاخوان عنده شي تساؤل يتفضل يطرحه. ما كاينينش حتى شي تساؤلات؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كنسمعك سي الحسن. سي مهدي كنشكرك بزاف، الله يجازيك بخير، وتنشكر سي جمال والمجموعة. غير الله يخليك سي مهدي، واحد لا كيستيون اللي هي هذاك دراسة جدوى، قلتي بوغ افواغ هذاك الكريدي ديال الانطلاقة خاصك واحد دراسة جدوى، هذاك دراسة جدوى مازال لي بونك ما فاهمينهاش مزيان، واش كنقصدوا بها بيزنيس بلان ولا ايتيود دو فيزابيليتي؟ دونك دابا واحد القضيه باش هاد النقطه اللي قلتي نقطه جد جميله. فاش كنقادو ان بيزنس بلان، فاش انت كتمشي كتصاوب ان فري بيزنس بلان، فاش كتقاد ان بيزنس بلان على حقه وطريقه اللي فيه لا استراتيجي ديال لونتربريز اللي فيه ليتود كونكورون ليتود كونكورونسيال في هاد المسائل كاملها، فاش كتديه لا بانك كتعطيك واحد لا فالور، كتزيدك واحد القيمه كبيره والدوسي ديالك كيولي ان دوسي بلو فور، متفقين؟ لكن لا بنك فاش كتمشي عندها نتايا راه هي كتعطيك واحد لو دوكيومون ديالها، مثلا تجاري وفا بنك راه دايره واحد الكانفا ديالها، البنك الشعبي كانفا ديالو وكاع الابناك داير واحد الكانفا ديالو اللي هو ايتود دو فيزابيليتي، فيه شويه ديال ليتود دو فيزابيليتي وفيه كيلكو بارتي ديال لو بيزنس بلان، مثلا لو سي بي سي.
سي بي سي راه كاين فيهم بتلاقى في كاع الابناك دايره داك لو سي بي سي في ديك ليتود اللي كيديروا ليستيماسيون ديال لو شيفر دافير سور 3 ans ليستيماسيون ديال لي شارج فنقدروا نسميوه نوعا ما دراسه جدوى وواحد لا بارتي من لو بيزنس بلان. لكن الا انت عندك ان بيزنس بلان مقادو على حقه وطريقه وان بيزنس بلان بما تحمل الكلمه من معنى فهذاك غادي يعطيك واحد لو بوفوار اكثر قدام لي دوسيي اللي حتى هما مدفوعين معاك. النقطه واضحه سي الحسن ولا باقي عندك شي تساؤل اخر؟ سي بون سي بون سي مالي سي بون سي بون سي بون سي بون شكرا. شكون الله يخليكم عنده شي تساؤل اخر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ مهدي تبارك الله عليك مشكور انت والاخوان. سيدي كمال تبارك الله عليك مرحبا. الله يبارك فيك يعطيكم الله الصحه. بغينا شي توضيح استاذ مهدي على حسب لا قدر الله الا فشل المشروع شنو الحوايج اللي ممكن ان البنك تتعاون معك فيهم ولا باش تفك المشكل بالنسبه لبرنامج الانطلاقه؟ البرنامج الانطلاقه مزيان. بالنسبه لبرنامج الانطلاقه فكيف ما قلت الاخوان هو واحد البرنامج اللي كيضمنك فيه صندوق الضمان المركزي بنسبه 80%. نسبه الضمانه اللي كيضمن صندوق الضمان المركزي هي 80%. يعني في حاله فشل لك المشروع فصندوق الضمان المركزي كيتدخل وكيضمن لك المشروع وديك ال 20% اللي بقات البنكه كتاخذ اولا كتسترجع داكشي اللي شرات لك. هذه في الحاله العاديه الا انت خدمتي على المشروع ديالك ودرتي اللي في جهدك ولكن ما جابش الله. ولكن في الحاله الاخرى هي الا نتايا كانوا من طرفك تلاعبات او لا سوء تسيير المشروع يعني الفلوس اللي عطاوك مشيتي كليتيهم او لا الماتيريال اللي شراو لك مثلا شراو لك بي سي ولا شي ماشينه ولا شي حاجه مشيتي بعتيها فتما صندوق الضمان المركزي ما غاديش يتدخل وغادي تولي عندك العقوبه اللي هي الاكراه البدني ماشي حيت ما رديتيش الكريدي وانما خيانه الامانه حيت انت شرينا لك داكشي وقلنا لك ما تبيعوش وانما خدم على المشروع ديالك. فهادو جوج حالات ديال الا فشل لك المشروع. شكرا الله يبارك فيك. مرحبا سي كمال. سي الحسن كاين عندك شي تدخل؟ نو لا ما كاين والو. شكرا شي سؤال اخر من طرف الاخوان؟ وي استاذ بغيت نسولك. مرحبا. بالنسبة لي أنا كمقاول مشيت باش ناخذ قرض من البنك. ما كنسمعكش الأخت نهيل ما كنسمعكش. لأن نفترض أنا بغيت نمشي ناخذ واحد القرض من البنك باش ندعم المقاولة ديالي. إينا كريدي باغا تاخذي واش كتهضري على انطلاقة ولا ضمان أكسجين؟ لا على انطلاقة. أييه واخا. شنو غادي نحتاج؟ واش ضروري كان عندك واحد الدبلوم ولا يعني شنو هما الحوايج اللي مهمين وضروريين باش تاخذهم باش يقدر يخولوا لك انك تستافد من داك القرض اللي كيعطي؟ مزيان. باش تستافد من هذاك القرض كيخصك اول حاجه كدير ديك دراسه الجدوى اللي كتعطيك الكانفا ديالها البنكه او الا انت عندك شي بيزنس بلان كما سبق وذكرت. كذلك كتاخذ لي دوفي او لي فاكتور برو فورما ديال لي فورنيسور اللي غادي يبيعوا لك السلعه اللي غادي تبدا بها او الماتيريال اللي خاصك انت باش تلونسي. الا كانوا عندك دي ديبلوم فهاد الشيء هذا كيزيد يعطيك واحد القوه اكبر للبروجي ديالك. الا ما كانوش عندك دي ديبلوم وكنتي انت راه جوست عارفه داك البروجي وعارفه منين تبدايه ومنين تدخلي له فهاد الشيء هذا حتى هو ما كاينش مشكل. بالنسبه لي ديبلوم راه ماشي ضروريين هما اللي غادي يحبسوا لك لو بروجي ديالك. متفقين؟ يعني ديك دراسه الجدوى كيخصها تكون مقاده مزيان وتكوني جايبه لي فاكتور برو فورما وتكون انت مستعده باش انك تخدمي على داك المشروع حيت هما كيشوفوا حامل المشروع وكيشوفوا المشروع واش عنده امل في النجاح ولا لا على هاد الاساسات كيعطيوك القروض. اوكي فهمت. غير هو اللي ما فهمتوش شنو هي هاد دراسه الجدوى. دراسه الجدوى هي واحد الدراسه اللي كديريها باش تشوفي المشروع ديالك واش غادي يدخل لك الفلوس في ظرف 3 سنين الجايه او لا 5 سنين او لا 10 سنين على حسب المده. لو طو اللي كيدار هو 3 سنين. يعني هي واحد الدراسه اللي كديريها باش تشوفي واش المشروع ديالك غادي يدخل لك الفلوس في هذه الفتره هذه او لا ما غاديش يدخل الفلوس. اشنو كيكون في هذه دراسه الجدوى؟ اول حاجه كيكون فيها التعريف بالمشروع، تعريف بحامل المشروع، شكون انت، سميتك، فين ساكن، شنو هي ليكسبيريونس اللي
عندك، وكذلك اشنا هو المشروع ديالك واشنا هما الانشطه اللي غادي ديري وسط المشروع ديالك. كذلك كتكلمي على المبيعات اللي غادي ديري في 3 سنين، شحال السلعه غادي تبيعي في 3 سنين، ولا شحال ديال لي سيرفيس اللي غادي ديري لهم لافونت في 3 سنين، وشحال الفلوس غتدخلي في 3 سنين، واشنا هما الخسائر اولا لي شارج اللي عندك في ظرف 3 سنين الاخرى كلها. هي مثلا غتخلصي الدراري لي سالاري، غتخلصي الماء والضو، غتخلصي الكرا، هادشي كامل. وكنشدو كنديروا واحد الطابلو اللي كنديروا فيه المداخل ناقص داكشي اللي غادي نخسروا، باش نعرفوا شحال غادي يبقى لينا د الفلوس، واش لو بروجي ديالنا غادي يكون ان بروجي رونطابل ولا لا. وفي الاخير كنهضروا على شكون هما الكليان ديالنا، كيفاش غادي نديروا ليهم الاشهار باش نوصلوا ليهم، وشكون هما لي فورنيسور اللي كيبيعوا لينا السلعه، وشكون هما المنافسين اللي عندنا في هذاك المشروع، وحنا باش كنتميزوا على المشروع على دوك المنافسين. يعني هاد دراسه الجدوى هادي فاش كتمشي لشي بنك كتبغي تدفعي له دوسي ديالك، راه هما كيعطيوك واحد الكانفا، يعني واحد لو دوسي اللي هما خادمين لك الاسئله، انت يكفي انك غير تجاوبي على هادوك على هادوك الاسئله. اوكي فهمت استاذ. بغيت نسولك عاوتاني تزول كنصحك اش بالنسبه مثلا واش عند الانسان انا لاج ديالو لاج ديالو واش كيفرق في هادشي ولا لا؟ يعني مثلا نفترض نفترض يعني بنت ولا ولد عنده 18 عام ولا 19 عام وجا بغى يفتح مقاولة، فاش كيمشي باش ياخذ باش ياخذ القرض ديالو؟ واش زعما كياخذوا بعين الاعتبار لاج ديالو ولا لا؟ شوف لاج كان شحال هذا، لاج كان شحال هذا اللي كيقول لك انت باقي دري صغير ما عارف والو. حاليا راه الشباب هما حاملي المشعل، حاليا برنامج انطلاقه راه دار في الدرجه الاولى للشباب حاملي المشاريع. كاينين بزاف ديال الشباب اللي عندهم 18 سنه 19 سنه اللي فتحوا مشاريع ديالهم ونجحوا فيها، ومن بين هاد الشباب هادو الحمد لله انا دابا اللي كنتكلم معاك دفعت له دوسي ديالي البرنامج انطلاقه والحمد لله تاكوردا، وقدرت انني ندير اول مقاوله ديالي في سن 17 سنه، وحاليا انا على راس وحده من المقاولات اللي عندها واحد لو نيفو دو كرواسونس اللي الحمد لله كنعتز به وكنفتخر به قدام الشباب حاملي المشاريع الاخرين. يعني العمر عمره ما غادي يكون واحد الحاجز، وعمرك ما تعملوا حاجز انت باش تحققي الاهداف او الطموحات اللي عندك، والابناك حتى ما بقاوش كياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء. بالعكس باش ما كان عندنا شاب اللي متيقن وعارف اشنو كيخدم، ماشي شي واحد اللي طايش، وانما يكون عارف لو كور ديال لو ميتي ديالو وعارف داك لو بروجي ديالو منين يدخل ليه ومنين يخرج ليه، فلا بنك مستحيل انها تعكس معاه. سي المهدي عندي واحد لاكيستيون الله يجازيك بخير. مرحبا سي حسن. سي المهدي كنسمعك. قلتي باغمي دوك لي زونتربريز اللي عندهم لودروا باش يستافدوا من الانطلاقه هما لي زونتربريز اللي موان موان دو 5 اون داكتيفيتي سوف لي زونتربريز اكسبورتاتريس. جو بونس لي زونتربريز. الو سي لي زونتربريز لي بروموتور دو ليموبيلي ماشي لي اكسبورتاتريس. ها انت الى رجعنا للسلايد نرجع لك لو سلايد. ها هي لا سيبل لي تي بي او، يعني لي تري بيتيت انتربريز، لي بيتيت انتربريز، لي جون بورتور دو بروجي، لي جون انتربريز انوفانت، لي اوتو انتربرونور، لي بيتيت انتربريز اغريكول اي بروجي باتي سور لوبيراسيون دو ميلكيزاسيون، اي بيتيت انتربريز اكسبورتاتريس. هذيك لي اكسبورتاتريس اللي قلت انايا واللي قصدت بها les exportatrices الكبار اللي كيعملوا ان شيفر دافير كي ديباس لي 10 مليون دو ديرهم. اما بالنسبه للمقاولات الصغيره اللي كدير ليكسبور فهذوك واجب انهم يتدعموا. لا انا قصدي غير 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 لا دوغي. دابا قلتي على الاقل لونتربريز تكون عندها موان دو 5 ديال الاكتيفيتي ديال ليكزيستونس ياك. مي بالنسبه لي زونتربريز اكسبورتاتريس جو بونس باش نعتبروها اكسبورتاتريس خاص لو شيفر دافير ديالها على الاقل يكون 20% فيغ ليكسبور، ماشي شي واحد دار واحد لونتربريز وعندو غير 2% مثلا ولا 3% فيغ ليكسبور ويعطيوها ويصيفنا البرنامج ديال الانطلاقه. ما الا غلطت اصلح لي السيد مهدي. حاجه اخرى يمكن كنظن كيركزوا بزاف على لي زيكسبورتاتريس فيغ لافريك. يمكن دابا لي زيكسبورتاتريس راه فيهم كلشي، سواء اللي كيديروا ليكسبور فيغ لوروب ولا حتى اللي كيديروا ليكسبور فيغ لافريك. اول نقطه برنامج انطلاقه راه هو واحد البرنامج اللي كيدعم المشروع اللي عنده اقل من 5 سنين. علاش اقل من 5 سنين؟ حيت كيكون يلاه في لافاز ديال لو ديفلوبمون ديال لو بروجي ديالو وفي لافاز ديال لو لونسمون. باغ اكزومبل انا يلاه كريت، نعطي ان مثال، باغ اكزومبل انا يلاه كريت لونتربريز وعندي في لوبجي ليكسبور وعندي ان بروجي كي سورا ديستيني فيغ ليكسبور. فانا parmi les entreprises اللي نقدر نستافد واخا جو رياليز با اونكور
انكور ان شيفر دافير جوست لو فيت ديال انني انا يلاه ماشي نبدا وخاصني الفلوس اللي غادي نحتاج باش ندير بهم ليكسبور. يعني توت لي زونتربريز اللي كيفيزيو باش انهم يديروا ليكسبور او حتى اللي كانوا كيديروا ليكسبور عندهم قل من 5 سنين. يعني هذيك هذاك لو بورسونتاج ديال 20% ولا 2% ولا 3% سي با زان بورسونتاج الصراحه اللي كيحكروا عليه لي بنك وكيركزوا عليه بزاف, حيت البرنامج جا باش يدعم هذوك المقاولات. الا كانت هي مثلا كدير 10% يعاونها باش دير 20% ولا 30%. كونط اون دي هذيك القضيه ديال 20% باش تعتبر اون انتربريز اكسبورتاتريس, فهنا كنكونوا كنهضروا على لي زونتربريز الكبار لي غروند زونتربريز اكسبورتاتريس اللي ما كيدخلوش هاد لي كريتير هادو. فهنا راه مونسيوناوا لي بيتيت انتربريز اكسبورتاتريس. اون بارل توجور على لي تي بي او. كاين شي نقطه اخرى سي الحسن؟ لا سي بون سي بون سي بون. غير في هذاك لي بوبليسيتي ديالهم كنلقى بان الاقل تكون 20% ديال ديسيني ليكسبور. هذا هو اللي بان لي ما ماشي هذه القضيه هذه صراحه. فاش كان يلا بدا لو بروغرام انطلاقه كانت هذه القضيه هذه, ولكن لي زونتربريز تشكاو منها حيت كاين بزاف ديال لي زونتربريز كي فيز افير د ليكسبور ولكن ما كيكونوش واصلين لهذيك النسبه ديال 20%. راه تغيروا بزاف الشروط الصراحه منين بدا برنامج انطلاقه. نعطيك واحد المثال بسيط على التغييرات اللي طرات عليه. كان في الاول عاطين النسبه باش انك ترجع دوك الكريديات, عاطينك 5 سنين كيقسموا لك دوك الكريديات على 5 سنين, ولكن من بعد فاش تلونسا البرنامج راه بشي جوج سيمانات رجعوها 7 سنين. يعني لو بروغرام راه طراو عليه واحد العدد من التغييرات, وكونوا متاكدين بلي غيطراو عليه تغييرات اخرين السي الحسن مورا هاد الازمه ديال كوفيد 19. غيطراو عليه تغييرات باش ديك الناس اللي يولجوا للقروض يزيدوا يكثروا من لاسيبل ديالهم. شكرا سيدي. مرحبا سي الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي مهدي بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يطول عمرك. الله يبارك. كنشكروك. ماشي ما نقول الله يفتح عليك. هو بالنسبه الله يجزيك بخير, التمويل تيدخلوا فيه حتى البناء, يمكن طلب التمويل ديال البناء من لا بنك بالنسبه للانطلاقه. تماما. هي بالنسبه في حاله فشل المشروع دونك البنكه غادي تسترد داكشي اللي هي اصلا بحال شرات لك بحال تدخلات معك في البناء. في حاله هذا البناء واش تحجز لك على المكان تاع صاحب البلك وكتبيعو او كتدخلوا هي المناقصات ولا الاكريه او كيفاش الا فشل لك المشروع؟ غادي نهضروا على الحاله ديال الا فشل لك المشروع في الحاله الطبيعيه, ما جابش الله ماشي سوء تسيير من طرفكم. الا فشل لك المشروع ماشي سوء تسيير, هذا فشل المشروع. فشل المشروع هو كان علاش البناء, دابا نسينا سوء تسيير. الا فشل المشروع الا فشل المشروع فهاديك الساعه صندوق الضمان المركزي كيتدخل. اول حاجه البنك كدير لا بروسيدور العاديه ديالها, كتصيفط لك الانذارات باش انك تخلص. الا ما خلصتيش لو دوسي ديالك كيتدفع للمحكمه. المحكمه ديك الساعه كتخرج واحد اللجنه ديال المعاينه باش يدققوا الحسابات ديالك ويشوفوا واش ان المشروع فشل حيت ما جابش الله اولا سوء تسيير. الا لقاو بلي المشروع فشل حيت ما جابش الله وما تيسرش, ديك الساعه صندوق الضمان المركزي كيتدخل اوكي يتدخل بديك الضمانه ديال 80%. اما بالنسبه لداكشي الباقي فالبنكة كتحجز لك على داكشي اللي هي شرات لك اولا داكشي اللي خدات, سواء الماتيريال اللي خدات لك اولا الارض اللي شرات لك هي اولا البني اللي بنات لك, فداكشي كامل البنكة كتحجزه. دونك هنا في هذه الحاله غادي تحجز لك على الملك ديالك. دابا الملك الا شراته لك البنكة, متفقين؟ لا دابي. دابا كان ملك وبنات لك هي. كان ملك وبنات لك هي. في هذه الحاله كاين واحد المسطره اللي كيشوفوا النسبه ديال ديك الارض اللي انت مساهم بها وكيعوضوك فيها. وصافي تيحجزوا لك وتيعوضوك على هذاك الملك اللي اصلا يحجزوك وكيعوضوك على داك الشيء انت اللي جبتي. تيتولى البنك ديك الساعه كتولى هي. اكزاكت. شكرا سي مهدي الله يحفظك. او لا كاين واحد القضيه اخرى اللي كيديروها هي انهم كيشدوا مثلا واحد الارض وبانيين فيها شي حاجه, كيبيعوا ديك الارض وداك الشيء اللي بانيين, كتسترجع البنكه داك الشيء ديالها وكتعطيك داك الباقي. كتعطيك الباقي ديالك دا. اييه. شكرا سي مهدي. شكرا سي مهدي بارك الله فيك. تنحييك سي مهدي. تحييك بارك الله فيك. شكرا.
شي سؤال اخر من طرف الاخوان ولا ندوزو لابارتي اللي مورا هذه؟ السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك. الله يطول عمرك السياسي. السؤال بالنسبه لنسبه الفائده جوج في المية واش كتكون العام ولا القرض كله؟ لا، هذيك الفائده ديال 2% كتكون العام، سنويه، فائده سنويه. مثلا ناخذ واحد المثال اللي كيخصنا نحسبوها، حيت الصراحه لي بنك عندهم دي كريتير اللي كيحسبوا، كاين اصل القرض وكاينه نسبه الفائده. اذا ديك نسبه الفائده كتحسب من اصل القرض سنويا شحال خلصتي في اصل القرض، وكنزيدوك على كل عام 2% من اصل القرض. الا بغيتي نقدر نعطيك شي مثال على هاد الفائده هذه شحال غادي يزيدوا عليك فيها. دونك ها هو لو طابلو ديال لامورتيسمون. كنجي نعطيك واحد المثال بسيط نحسبوه دابا. عندي انا الطابلو ديال لا بانك ديال لامورتيسمون ونشوفوا. مثلا ناخذ داك ليكزامبل باغ اكزامبل، نشوفوا شي واحد بغى ياخذ 100000 درهم ديال لي كريدي من لا بانك. متفق معايا سي ياسين؟ اييه. 100000 درهم بنسبه 2% على 84 شهر، يعني نسبه الفائده اللي غادي تكون عنده فراه ماشي 2% من هذيك من هذاك القيمه ديال القرض كلها، وانما من الاصل ديال القرض. مثلا في العام الاول غيزيدوا عليه 1877 درهم اللي غادي تكون ديال لي زانتيغي. العام الثاني غادي يزيدوا عليه 1606، العام الثالث 1329، العام الرابع 1047، العام الخامس 500 758، العام السادس 465، والعام السابع 165. يعني كما كتشوف راه كل سنه كينقصوا لك من هذيك النسبه ديال الفائده على حساب اصل القرض وانت شحال خلصتي فيه. مرحبا. الى ممكن استاذ تعاود بالنسبه لهاد الفائده ديال 2%؟ اييه واخا ماشي مشكل. دابا غادي ناخذ مثلا شي واحد مشى للبنكه وطلب ليها واحد القرض ديال 100000 درهم، متفقين، باش يمول مثلا بغى يشري شي ماشين ولا خاصه شي سلعه ولا شي حاجه. يعني طلب لهاد لا بنك 100000 درهم بنسبه 2%، والمده اللي غادي يرجع ليها هي 7 سنين، يعني 84 شهر. سي مهدي الا سمحتي لي، ما كتبانش لنا ليكرون عندك، يمكن فاش كتكتب هذاك هذاك لو طابلو دامورتيسمون كاين عندي في بيسي، الا بغيتو نقدر نبارطاجي معاكم. هاني نشوف لو بارطاج واش تبارطاجا معاكم. واخا انا نبارطاجي دروك هذاك لو دوكيومون. كتشوفوا معايا دروكا هاد الطابلو دامورتيسمون؟ وي كيبان سي مهدي، كيبان. كيبان لكم طابلو دامورتيسمون مزيان. دونك مثلا ها هو لو مونطون ديال لو بري، ها هو داك القرض بنسبه 100000 درهم، نسبه الفائده ديالو هي 2%، متفقين. والقرض غادي يتخلص على 84 شهر. مثلا بدينا من واحد في شهر 1 2021، هنا 2018 ماشي مشكل. يعني شحال غادي يزيدونا في داك جو بونس كو سي بلوكي دو ما بار، بلوكا لي لو دوكيومون. ها نتوما عفاكم غادي نحبس لو بارطاج ونعاود نبارطاجي معاكم من الاول. باركورير شانجي ابارتمون تري بيان. ها هو باش يبقى لكم لو دوكيومون حتى نتوما طابلو دامورتيسمون. دونك لو دوكيومون باش يدوز، حيت كيعطيونا غير البي بي تي، كيخصني نبارطاجي معكم لو دوكيومون لو فيشي اكسل. واش غادي يبان لكم ولا لا؟ ما كيدوزش ليا لو بارطاج الاخوان، دونك غادي نكمل انا غير الحساب من عندي وصافي. متفقين الاخوان، ما كيدوزش ليا، الله يجازيكم بخير، لو بارطاج ديال لو دوكيومون.
دونك كيتبا كيبلوكي ليا الدوكيمون. انا غادي نكمل الحساب جوست من عندي وغادي نعطيكم لو طو ديالو شحال. اوكي سي دونك فاش كنشدو واحد القرض اللي بنسبه 100,000 درهم بواحد نسبه فائده ديال 2% على 84 شهر يعني 7 سنين اللي غادي يقسموا لك داك الكريدي وغادي يعطوك واحد نسبه الفائده ديال 2% اللي غادي يزيدوا عليك سنويا يعني 2% اور تاكس. فنسبه الفائده اللي غادي تزاد تقريبا غادي تولي شي 7214 درهم اللي غادي يزيدوا عليك في مدى 7 سنين كلها. متفقين؟ يعني هما ديما كيحسبوا من نسبه من اصل القرض ماشي من الكريدي كامل. متفقين على هذه النقطه؟ هاد لوفيشي ديال طابلو دامورتيسمون اللي غادي ندير معكم الاخوان الا كنتم مهتمين باش تحصلوا عليه وتبداو تحسبوا الكريديات بشحال يقدروا يطيحوا عليكم كونتاكتيو السي جمال وهو ديك الساعات غيتكلف بالارسال ديال الدوكيومون ليكم. صافاش شكرا. دونك باقي شي تساؤل في هذا الصدد؟ نعم سي ياسين. بالنسبه للماتيريال اللي بغيت تاخذو واش ممكن تاخذ اوكازيون؟ اوكازيون دابا دايرها البنك الشعبي. صراحه البنك الشعبي حاليا هي هو البنك اللي شاد هادشي ديال لوكازيون. الا بغيتي تشد ماتيريال اوكازيون كيشوف لك البنك الشعبي واحد من الخبراء ديالو كيشوف لك واحد الخبير كيصيفطو معاك وداك الخبير كيدير تقييم كيقيم داك الماتيريال اللي انت غادي تاخذ اوكازيون وكيشوف واش النسبه ديالو داخله في داك القرض ولا لا ولا فايت داك 1.2 مليون درهم اللي كيعطيو وديك الساعات كيقدروا يمولوا لك الكريدي ديالك الا كنتي باغي تاخذ شي حاجه اوكازيون. لكن الصراحه اللي سمعت هذه ما متيقنش منها الصراحه باقي البنك الشعبي ما لحش شي حاجه 100% عليها هي انهم كيمولوا لك فقط 60% الا كنتي غادي تاخذ شي حاجه اوكازيون كيمولوا لك 60% ديال لا فالور ديالها. هاد القضيه هادي الصراحه البنك الشعبي باقي ما لحش بيان عليها اولا شي حاجه اللي نعرفوا واش 60% اولا كيمول لك 100% الا كنتي غتشري شي حاجه اوكازيون. وي انا هادي الفكره اللي عندي هادي سمعت انا كيمول لك 60% والباقي كتمول انت. هذا هو لو بوين هادشي اللي كاين في لوكازيون حيت كيشوفوا لك داك لا فالور دامورتيسمون اللي تامور تابع داك لو بيان. شكرا بزاف. مرحبا سي ياسين. السلام عليكم سي مهدي. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سي عبد اللطيف. اسمح لي واحد السؤال اخر الله يجزيك بخير. مرحبا مرحبا. وكنشكر الاخوان كامل والمتدخلين الله يجزيك بخير. بالنسبه لا بنك اللي كتعامل معها واش تكون ضروري تكون فتحتي معها حساب وتكون اصلا فتحتي معها مثلا كنتي درتي مع مقاول ذاتي هي شخصيا ولا تجيب بطاقه ديال المقاول الذاتي ديالك عاد تفتح الحساب عندها باش تقدر الكريدي لا بدات تفتح حساب عندها. تماما ولكن شتي هذه القضيه اللي قلتي نتايا ديال خصك تكون ديجا فاتح عندها حساب وتكون كتعامل معاها هذه كانت في القروض القديمه كتقول لك لا بنك خصك تكون عندك على الاقل 6 ديال الشهور ديال الاقدميه معايا تفقين الكونت ديالك يكون محرك. لكن حاليا تقدر تكون عندك بطاقه المقاول الذاتي وتختار البنك اللي بغيتيها وتمشي تفتح عندها حساب تفتح مثلا الحساب اليوم ودفع الكريدي ديالك الطلب ديال الكريدي غدا ما بقاوش كيطلبوا الاقدميه. اما بالنسبه سي مهدي الا كنتي مثلا ديجا انت معاهم فاتح الكونت وعندك مثلا واحد البطاقه ديال اونتربرونور دونك كتعطيك شي فالور كتزيد شي فالور بالنسبه للدوسي ديالك عندهم هما فقط كتبقى جوج التعامل ديالك مع البنك جوج التعامل مع ديالك مع البنك يقدروا يسبقوا لك الدوسي يقدروا يدوزوك دغيا سا ديبون صراحه على كل بنكه واش مديره. لكن كنظن بلي هذا ما كيطرحش واحد المشكل كاع لي دوسي بوف ديتر اليجيبل. واخا شكرا سيدي مهدي. شكرا. مرحبا سي عبد اللطيف. الله يحفظك على سي مهدي. بارك الله. باقي شي تساؤل الاخوان ولا ندوزو لا بارتي اللي مورا هذه؟ صافي دونك كنظن حتى واحد ما باقي بغى يزيد شي تدخل اذا غادي ندوزو لا بارتي اللي مورا هذه واللي هي تمويل المشاريع بعد هذه الجائحه ديال كورونا. تكلمنا على برنامج انطلاقه وقلنا كذلك ان برنامج انطلاقه واحد البرنامج اللي غادي يكون كيساعد المقاولين مورا هذه الجائحه هذه وغيعاود يتفعل مورا هذه الازمه. كذلك راه عندنا واحد العدد كبير من البرامج اللي كيدعموا المقاولين الشباب من امتى الصراحه
منذ سنوات، ولكن بزاف ديال الناس ما كانوش كيعرفوا عليهم معلومات كثيره. من بين هاد البرامج ديال الدعم تاع المقاولات كاين عندنا جمعيه شبكه مقاولات المغرب او لا ريزون اونتربروندر اللي كتعطيك دي بري دونور. شنو هما دي بري دونور؟ قروض شرفيه. ما معنى قروض شرفيه؟ القرض الشرفي هو واحد القرض اللي كيتميز ب 0% ديال نسبه الفائده واللي ما كيطلبوش لك فيه شي ضمانه اولا شي حاجه. ريزون اونتربروندر كتقدر تعطيك لو بري ستاندار الكريدي العادي ديالها ديال الجمعيه اللي كيتراوح من بين 50000 حتى ل 100000 درهم للشخص. 50000 حتى ل 100000 درهم للشخص، يعني بين 5 حتى ل 10 مليون بار بيرسون. هذا الكريدي اللي كتاخذ كتردو على 5 سنين، كيقسموا عليك على 5 سنين، وعندك عام ديال الديفاري. اشنو هي عام ديال الديفاري؟ يعني عام كامل ما كتخلص حتى شي حاجه، عام سير خدم حتى العام الجاي عاد ولي تخلص. الا خديتي الكريدي في 2021 حتى ل 2022 تبدا تخلص. هذا القرض ديال غيزون اونتربروندر ما كيطلبوش لك فيه الضمان، ما كيقولوا لك لا جيب شي ضمانه، لا جيب شي ارض، لا طوموبيل، لا والو، كتضمنك الضمانه ما فيهش. وكذلك كيعطوك ان اكونبانيمون بور اون دوري دو 3 ans، كيعطوك واحد المواكبه للمشروع ديالك لمده 3 ديال السنوات من طرف واحد من المقاولين الكبار في المدينه ديال مراكش واللي عنده اللي عنده لاكتيفيتي ديالو قريبه لك. هاد غيزون اونتربروندر هي واحد الجمعيه اللي كاينه في المغرب كامل، ما كايناش غير في مراكش، راه عندهم فرع في اكادير، كازا، فاس، طنجة، كاينه في المغرب كامل. وكتقدر تعطي التمويل لاي واحد سواء كنتي قاري او لا ما قاريش، هادشي ما كيهمش. كاين اللي غادي يجي ويقول انا مثلا خاصني اكثر من 100000 درهم، مثلا انا بوحدي في المشروع خاصني اكثر من 100000 درهم، بغيت 25 مليون مثلا. هنايا كاينه واحد النقطه اخرى اللي دايرها غيزون اونتربروندر بشراكه مع السي سي جي اللي هي انوف ستارت. انتما في هذا السلايد كاين الفايد ديال خليوها غنتكلم عليها من بعد. سي كمال بغيت تقول شي حاجه؟ ما هي ولا شويه ديال المنتج ديال هاد الفلوسين اذا برنامج غيزا اونتربروندر داير واحد الشراكه مع لا سي سي جي حتى هي اللي كيعطيو فيها كريجيات اللي سميتهم انوف ستارت. شوفوا معايا الله يخليكم لا بارتي التحتانيه في السلايد سميتها انوف ستارت ماشي انوف ايديا. انوف ستارت هو واحد القرض شرفي كذلك اللي كيعطوك فيه 250000 درهم للشخص، كيعطوك 25 مليون سنتيم للشخص في حدود 50 مليون الا كنتو جوج الناس فما فوق. كنتو جوج الناس غتاخذوا 50 مليون، كنتو اكثر من جوج الناس غتبقاو تاخذوا 50 مليون، يعني 250000 درهم للشخص في حدود 500000 درهم. اشنو هما المميزات ديالها؟ 0% ديال لي زانتيري، كترجع على 5 ديال السنين مع عام ديال الديفاري. كيف ما قلنا في الكريدي العادي عندك عام ما كترجع والو وكيقسموا لك داكشي الاخر، وما كيطلبوش لك شي كريدي شي ضمانه اولا شي حاجه. هادو هما المميزات ديال انوف ستارت. دابا غادي نشوفوا نبقاو ديما في المميزات ديال انوف ستارت اولا في هاد الكريديات ديال غيزون اونتربروندر. هاد انوف ستارت اولا حتى الكريدي العادي واحد الكريدي موجه لتمويل البدايه اولا الانطلاقه ديال داك المشروع باش انت تولي تبيع وتدخل رقم معاملات. حتى لهنا متفقين، ولكن انا عندي شركه اللي كيخصني مازال نستمر في البحث العلمي وباقي ما مستعدش باش ناخذ كريدي حيت ما عنديش مناش نرجعو، باقي ما غندخلش الفلوس باش نرجع الكريدي. انا كنخدم في البحث العلمي مثلا بغيت نختار شي حاجه، اشنو غدير ليا غيزون اونتربروندر مع السي سي جي؟ داروا واحد القضيه اللي سميتها انوف ايديا. شنو هي انوف ايديا؟ انوف ايديا هي واحد لا سوبفونسيون. ما معنى سوبفونسيون؟ واحد العطيه، واحد الهبه ماليه، فلوس كتاخذهم بلا ما تحتاج ترجعهم. كيعطيوك 10 مليون للشخص في حدود 20 مليون سنتيم الا كنتو مجموعه جوج الناس فما فوق تاخذوا 20 مليون سنتيم. هاد الفلوس اشنو كيمولوا لك؟ البحث العلمي، الا كنتي كدير البحث العلمي باش تطور واحد المشروع اولا شي حاجه، كيعاونوك باش تمول مثلا تخلص الدراري اللي خدامين معاك دائما في ديك القضيه ديال البحث العلمي، تخلصوا الكرا ديالكم في البلاصه اللي كيتجمعوا فيها. يعني انوف ايديا هي باش انك تطور المشروع ديالك وتكون مستعد انك تخرج للمارشي وتبدا الخدمه في ارض الواقع. متفقين؟ هذه هي انوف ايديا وانوف ستارت وكذلك القرض الشرفي ديال غيزون اونتربروندر. كاين اللي غادي يجي ويسول مثلا انا الا استفدت من انوف ايديا واش عندي الحق ناخذ انوف ستارت؟
تماما، عندك كامل الحق انك تستفد من انوف ايديا ومن بعد تتبع لها انوف ستارت، ولكن الا استفدتي من انوف ستارت راه ما حقكش تستفد من انوف ايديا. كاين شي سؤال في غيزون اونتربروندر قبل ما ندوزو لماروك بي ام؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسيدي مهدي، بالنسبه للي دوسي اللي كيطلبوا انوف ستارت دونك ريزون اونتربروندر اول حاجه فين كاينه؟ فين كاينه؟ في مراكش، لون كلاسمون ديالها في مراكش. الى عرفتم مخبزه امود اللي كاينه حدا ماكدونالدز طريق كازا، حدا مخبزه امود كاينه العماره تما برج مناره، راه هما كاينين في بروميي ايطاج، هي واحد الجمعيه عالميه كاينه تقريبا في العالم كامل. نعم اول العنوان السيستم هادي كاينه حدا مخبزه امود في عماره برج مناره، في برج الاعمال مناره، مخبزة أمود اللي كاينة حدا ماكدونالدز طريق كازا. دونك هاد غيزون اونتربروند واحد جميع. نعم سعد لطيف. مغربش والله ما كنسمعكش سعد لطيف، تقدر تعاود شنو قلتي لي؟ الصوت كيتقطع بالنسبه لمراكش، العنوان ديالهم في مراكش، العنوان ديالهم في مراكش كاينين حدا مخبزة أمود اللي في طريق كازا في برج الاعمال مناره. برج الاعمال فين جا سي هادي؟ لاصق مع مخبزه امود، لاصق مع مخبزه امود. لا ما عرفتهاش فين جات امود. امود كاين حدا ماكدونالد طريق كازا. صافي ماكدونالد حدا سوب دوكو، حدا سوب دوكو، حدا سوب دوكو. اييه اكوك، شكرا. دونك هاد ريزون اونتربروندر كيف ما سبق وقلت هي واحد الجمعيه عالميه وكاينه عندها فروع في المغرب كامل. اشنا هما الوثائق اللازمه باش نستافد؟ اول حاجه كتصيفط المشروع ديالك لا كورديناتريس ريجيونال، السيده المسؤوله الجهويه، كتصيفط لو دوسي ديالك اللي فيه واحد التقديم ديال المشروع، اشنا هما لي زاكتيفيتي اللي كدير، شكون هما الكليان ديالك، وشحال خاصينك ديال الفلوس. بعد ما كيقراو لو دوسي ديالك وكيشوفوا بلي لو بروجي فيزابل ولو بروجي اللي زوين، كتصيفط لك لو بيزنس بلان. هنا كيف ما شارس سي الحسن، واش ان بيزنس بلان ولا دراسه جدوى؟ فغيزون اونتربروندر كيصيفطوا لك يا اخي ان فري بيزنس بلان. علاش كيصيفطوا لك ان بيزنس بلان؟ نوعا ما اللي كيخصك تركز ليه، تجلس ليه الارض وتركز عليه، باش انك قبل ما انك تعطيه ليهم وهما يقراوه، كتشوف انت راسك واش قاد انك تجاوب على كاع التساؤلات اللي طرحوا لك على المشروع ديالك. هما اللي كيعطيو بيزنس بلان، هما اللي كيصيفطوا لك لو بيزنس بلان، كيصيفطوا لك لو بيزنس بلان ديالهم. نعم. يعني مورا فاش كتعمر داك لو بيزنس بلان وكتصيفطو لهم، ولا كاينه واحد اللجنه اللي كدير الدراسه للبيزنس بلان ديالك، الا كانت عندك فيه شي حاجه خاطئه اولا شي حاجه ما هياش، كيعاودوا يصحوها معاك. مورا فاش كيكون لو بيزنس بلان ديالك واجد مع ديك اللجنه وكيعاودوا يديروا معاك المراجعه ديالو، كيصيفطوك عند واحد العدد من المقاولين اللي كيطروح من بين 3 حتى ل 5. هاد المقاولين هادو كيديروا معاك واحد 20 دقيقه، واحد اللقاء في 20 دقيقه اولا ساعه، كيناقشوا معاك المشروع ديالك باش يشوفوك واش انت ضابط المسائل ديالك اولا لا. مورا فاش كيديروا معاك هاد اللقاءات هادو وكيفاليديوك هاد المقاولين، كدوز قدام اللجنه النهائيه اللي كتعطيك واحد العدد من الاسئله، كتقدم المشروع ديالك في ربع ساعه وكيبقاو كيعطوك الاسئله باش يعرفوك كيف ما قلت واش انت ضابط مسائلك اولا غادي تشد دوك الفلوس وتمشي تلعب بهم في جهه اخرى. مورا فاش كتقبضك هذه اللجنه هذه وصافي كتفاليديك، فكيعطوك الفلوس ديك الساعات، كيقسموهم لك على دي ترونش، كيعطوك 30% 30% 40%. يعني الا خديتي 25 مليون غتشد في لا ترونش الاولى 7 مليون ونص، اون فوا كتساليها وكتصيفط لهم، مورا بشي 3 ايام سيمانه كيصيفطوا لك الترونش الثانيه والترونش الثالثه حتى هي. كاين شي تساؤل اخر في غيزون اونتربروندر؟ لا شكرا سي مهدي، بارك الله فيك. مرحبا سعد لطيف. الاخوان الاخرين عندكم شي تساؤل؟ يعني كنظن باللي الامور واضحه فيما يخص غيزون اونتربروندر. دابا غادي ندوزو لبرنامج امتياز واستثمار ديال ماروك بي ام. هنايا خاصنا نفهموا هاد الشيء هذا ديال ماروك بي ام مزيان. يعني ماروك بي ام اشنو كيعاونوك؟ فاش كيعاونوك؟
ماروك بي ام او المغرب للمقاولات هي واحد الوكاله اللي كتدعم المقاولين اصحاب المشاريع الصغرى. هاد المقاولين هادو كتدعم اصحاب المشاريع الصغرى او حتى اصحاب المقاولات المتوسطه. يعني هاد المقاولين هادو كيخص يكونوا كيشتغلوا في المجال الصناعي، تكونوا الشركه ديالكم كتصنع شي حاجه، ويكون رقم المعاملات ما كيتجاوزش 200 مليون درهم، تكون الشركه ديالك ما كتدخلش 20 مليون ديال 20 مليار ديال السنتيم في لاكتيفيتي ديالها. بالنسبه لعمر الشركه فهو ماشي مهم، ماشي بحال في انطلاقه قال لك 5 سنين. هاد ماروك بي ام ما كتعطيكش كريدي، ما كتاخذش من عندها كريديات، وانما كتاخذ من عندها هبه ماليه، كيعطوك فلوس سر الله يسر لك. هاد الهبه الماليه كيمولوا لك بها 30% من الحاجيات الاستثماريه ديال المشروع ديالك، الحاجيات الاستثماريه من المشروع ديالك 30% في حدود 2 مليون درهم، في حدود 200 مليون سنتيم اللي كيمولوا لك. اشنو هاد الحاجيات الاستثماريه؟ مثلا خاصني نشري واحد الارض، مثلا خاصني واحد الارض بغيت نشريها باش نبدا ندير الوزين ديالي، خاصني نبني هاد الارض، خاصني شي ماكينه، خاصني شي طوموبيل، خاصني شي حاجه، يعني الحاجيات الاستثماريه لبناء هاد المشروع ديالك ولانجاح هاد المشروع هذا. دونك هاد ماروك بي ام اشنا هما الوثائق اللازمه باش تدفعوا ليها؟ اول حاجه كيف ما قلت كيخصك شرط انك تكون شركه صناعيه كتصنع شي حاجه، يعني كتوجد ليهم كيصيفطوا لك واحد الوريقات كتمشي كتليغاليزيهم، كيصيفطوا لك واحد لو بيزنس بلان اللي حتى هو كتعمروا وكتقادوا وكتوجدوا وكتصيفطوا لهم، صافي كيديروا الدراسه للمشروع ديالك، وديك الساعات كيديبلوكيو لك الفلوس في الوقت اللي كيتجمعوا فيه كاع لي دوسيي. هاد ماروك بي ام راه حاليا باقيين لدابا حلين الباب للترشيحات وباش تدفعوا الطلبات ديالكم. سي تي بريفو غادي يتسد الباب ديال الطلبات في شهر 4، ولكن مع هاد الجائحه ديال الفيروس كوفيد 19 ولاو فتحوا الباب ديال دفع الطلبات حتى لشهر 7. يعني الناس اللي باغيين يستافدوا من برنامج امتياز فهو صالح الى غايه شهر 7. اما بالنسبه للشركات اللي كتدخل اكثر من 20 مليون ديال 20 مليار ديال السنتيم، كتفوت 200 مليون درهم في رقم المعاملات، فكتعتبر من بين المقاولات المتوسطه. هاد المقاولات المتوسطه كيشرطوا عليها تكون كتدخل قل من 500 مليون درهم باش يمولوا ليها 20% من الحاجيات الاستثماريه ديالها في حدود 10 ديال المليون درهم. اذا حنايا اللي داخلين حاليا لهاد هاد الكونفرنس، فكلنا بدون ادنى استثناء على ما اظن في الوقت الراهن غنستافدوا من برنامج امتياز، حيت الشركات ديالنا باقي ما كيدخلوش 200 مليون درهم. متفقين؟ يعني برنامج امتياز اللي كيمول 30% ديال الحاجات الاستثماريه في حدود 2 مليون درهم هو البرنامج اللي غادي نكونوا اليجيبل ليه. دونك باش نختموا هاد الشيء هذا اللي شفنا اليوم، نبغي نعرف الا كاين عندكم شي تساؤل في هاد الشيء كامل اللي هضرنا عليه، او لا اي واحد عنده تساؤل في كل ما يخص تمويل المقاولات حتى الا كنا ما هضرناش على شي حاجه. تفضلوا الاخوه. سامحش ما كاين حتى شي تساؤل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سي المهدي اسمح لي واحد التساؤل، كنا تلاقينا مع واحد ريسبونسابل، كنا تلاقينا مع واحد ريسبونسابل ريجيونال ديال هذاك ماروك بي ام، وكان قال لنا ودي هما ما كيعطيوش الفلوس، قال لك ودي حنا الحاجه الوحيده اللي كنديروا هو كنديروا السويفي ديال لي زونتربريز. زعما هذا مستجد، واش هذا مستجد جديد هذا الشيء هذا ولا ما عرفتش؟ حيت تقريبا شي ريسبونسابل جو بونس لو موا 3 ديال هذا 2020 دو موا 2 لو موا 3 بحال هذا الشكل. في هذيك لا كونفرنس اللي كانت دارت في غرفه الصناعه ديال لي تي بي او لي بي ام المقاولات الصغيره والصغيره جدا. لا واحد لا كونفيرونس ريجيونال في جهه الدراعه في لالت. واخا بالنسبه لهاد القضيه ديال السويفي، هو راه سي فري كيديروا السويفي، ولكن راه عندهم كيعطيو حتى هما دي بري بونور، وعندهم ما يسمى برنامج امتياز وبرنامج استثمار. انا شنو غادي ندير عاوتاني؟ غادي نتكلم مع السي جمال وغنسق معاه وغنصيفط له لافيش بريزونطاتيف ديال هاد البرامج بجوج، وديك الساعه تقدروا تتصلوا بها، حيت ماروك بي ام كونوا على يقين انهم كيمولوا المشاريع وكيعطيو هاد الدعم ديال هاد لي سوبفونسيون ديال 30% ديال الحاجيات الاستثماريه شريطه انك تكون شركه صناعيه. انا غادي نسق مع السي جمال وغنصيفط له كيف ما قلت لكم داك الدوكيومون ديال
ديال لاموغتيسمون ديال لي كريدي ونصيفط لك حتى هاد لافيش بريزونطاتيف ديال الكريدي ديال لي سوبفونسيون ديال ماروك بي ان وهكذا توصل بهم وتا انت تطلع عليهم صافي شكرا شكرا سي مهدي مرحبا مرحبا سي الحسن شي تساؤل اخر عن الاخوان استاذ ندوي واحد السؤال من بعد الخدمه استاذ الخدمات كيقدموها دي زونتربريز ولا الدوله شكون هما هادو اشنو هما الخدمات خدمات كاملين اللي هضرنا عليهم هذا اكسجين واش كتهضر لي على الكريديات على هاد الكريديات هذا برنامج انطلاقه هو واحد البرنامج اللي دايره الدوله المغربيه ضمان اكسجين برنامج اللي دايره الدوله المغربيه غيزون اونتربروندر كتعطي كريديات ديال الجمعيه جمعيه مغرب شبكه المقاولات هي اللي كتعطي هاد الكريديات هذه بشراكه مع لا سي سي جي او لا صندوق الضمان المركزي مؤسسه تابعه للدوله وماروك بي ام فهي واحد المؤسسه اللي حتى هي عندها واحد التبعيه للدوله يعني الا جينا لهاد هاد النقط هادو كاملين اللي تكلمنا عليهم فهاد الشيء كامل هاد الكريديات راه فيهم ايد ديال الدوله باش تدعم المقاولات الصغيره والصغيره جدا والمتوسطه اوكي استاذ من بعد استاذ هاد الازمه اللي طرا يكون عليهم الدرك بزاف يعني هما مناش كيربحوا واش كيفرقوا الفلوس هكاك وكيتسناو الناس يرجعوهم كيستافدوا من ديك الفائده ولا كيفاش كيربحوا هما شوف واحد النقطه الفائده شكون اللي كيستافد منها راني هضرت على جوج كريديات اللي فيهم الفوائد عندنا برنامج انطلاقه بفائده ديال 2% الناس ديال المجال الحضاري و1.75% الناس المجال القروي والمجال الفلاحي وبرنامج ضمان اكسجين اللي الفائده ديالو هي 4% اول نقطه قلتي لي باش غادي يستافدوا حنا فاش غادي نمولوا ليك المشروع ديالك السياسر انت ديريكتومون غادي تكون خدمتي معاك ناس اخرين هادوك الناس الاخرين غادي يتزادوا العدد المشتريات ديالهم ويقدروا يتزوجوا ويديروا ولاد وبزاف الحويجات احنا النقطه الاولى خلقنا لا غيشاز خلقنا واحد الغينة في البلاد ثاني نقطة هادوك الناس اللي انت مخدم معاك غيخلصوا الضريبة على الدخل بهذا الدولة غادي تكون استفدت من واحد النسبة ديال الضريبة على الدخل المقاولة ديالك بحد ذاتها غادي تخلص حتى هي لا تيفيا ولا باطونت والياس يعني انت من خلال الضرائب اللي كتخلص كتكون خلقتي واحد لا غيشاس ليتا هذا فيما يخص الدولة اما فيما يخص الابناك الى اشتجتي البرنامج انطلاقة فهما غادي ياخذوا ديك 2% ديال نسبة الفائدة بالنسبه للريزون اونتربروندر فهي واحد الجمعيه اللي كما قلت لك عندها شراكه مع ليتا ماروكان ومع لا سي سي جي فالهدف ديالها هي انها تدعم المقاولين الشباب وتعاونهم باش انهم ينجحوا المشاريع الصغرى ديالهم باش يخلقوا الغنى في النقطه الاولى اللي قلت لك ديال انك تخدم الناس وتبداو تخلصوا حتى نتوما الضرائب هذا هو الهدف ديال الدوله من خلال هذه البرامج كلها لدعم المقاولات استاذ واش كاين شي احتمال يكون عندهم شي عجز مالي استاذ يكون ما يقدروش يعطيو الناس خصوصا يكون عليهم الدرك بزاف ورا هاد لا بيريود شوف برنامج انطلاقه راه الفلوس ديالو راه باقيه كاينه الفلوس ديالو راه ماشي مشاو خدموا فيها في بلاصه اخرى وانما فلوس ديال برنامج انطلاقه باقيه كاينه بالنسبه للدرك كون على يقين الدرك غادي يكون شتي كونك ما كانش كاع كون ما كانش هاد لا كريز ديال كوفيد 19 كون على يقين الدرك كان غادي يكون والناس راه كانت بدات كتدفع لبرنامج انطلاقه ومن بين هاد الناس انا يعني برنامج انطلاقه راه كان عليه في الاول الدرك فاللي باغي يوصل لواحد لوبجيكتيف واللي عنده واحد الهدف باش انه يمول المقاوله ديالو وينجحها فراه ما خصوش يمشي في هاد الوقت اللي عطاونا هاد الشهرين هادي جالسين في الدار نمشيو نعسو ونجلسو نتفرجو في التلفزيون في لي جو فيديو هادو باغ كونط خصنا نوجدو لو بروجي ديالنا الا كانت عندنا فعلا واحد الغيره وواحد الرغبه باش اننا ننجحوا داك المشروع فكيخصنا هذا الوقت هذا نستغلوه نقراو اونلاين نوجدوا لي بيزنس بلان كاين بزاف الناس اللي كيسمع دراسه جدوى اولا بيزنس بلان كيتلف كيقول اشنا هي دراسه الجدوى راه حنا عندنا واحد الشهرين على قدام نقدروا نمشيو نتعلموا فيها ونقراو اشنا هي هاد دراسه الجدوى كيفاش كتصاوب ونكون على يقين سواء ببرنامج انطلاقه اولا من غير برنامج انطلاقه هذا الشيء غيرجع غيرجع بواحد الحاجه حسنه عليك نتايا انت غادي تكون كونتي راسك وعرفتي شي حويجات جداد اللي ما كنتيش انت دايرهم في بالك وباش نيت توجد راسك والمشروع ديالك باش اون فوا يتلونسا عاوتاني يتعطى عاوتاني الانطلاق لهذه البرامج تكون انت من الاشخاص السباقين من الاشخاص الاوائل اللي كيدفعوا لهذا المشروع اي استاذ شكرا مرحبا السلام عليكم عليكم السلام مرحبا سعد الضيف الله يكرمك بالنسبه لك سمعنا في واحد الانعقاد ديال واحد داك ديال لجنه اليقظه بالنسبه للمساله ديال الاقتصاد
والناس المتضررين خصوصا المقاولين الذاتيين، وكانوا بيدخلوا لهم واحد القرض تقريبا بدون فائده ديال 15000 درهم. اييه كان بيبدا في 27 في الشهر اللي فات في شهر 4 ولكن انا اتصلت بالسياج ديال لا بنك اللي تنتعامل معها، وقال لك لا نهائيا يلا في راسهم ديال ضمان اكسجين، اما الاخر ما في راسهمش كاع. امتى اتصلتي بالبنك ديالك؟ نعم امتى اتصلتي بالبنك ديالك؟ تقريبا هذا الاسبوع هذا، تقريبا اتصلت بهم في 26 25. نقدر نعرف البنك فين كتعامل السي عبد اللطيف؟ التجاري وافا بنك. التجاري وافا بنك، حيت انا واحد السيد هذا كليون ديالي استفد من هذا القرض هذا، خداه في هذا الاسبوع اللي في هذا الاسبوع هذا نيت. اش من البنك الشعبي؟ البنك الشعبي. هذا البرنامج هذا العجب الصراحه اللي تجاري وافا بنك، انا صراحه كليون ديال التجاري وافا بنك، العجب اللي ما عرفوهش واللي قال لك لا راه ما عنديش عليه شي فكره. السياج كاع ديال كازا، السياج ديال كازا. حيت انا كنعرف الناس اللي عندهم في مراكش، السكورسال ديالهم هنا في مراكش، ولا حتى في السونتر دافير تكلمت معاهم وهدرت مع بزاف الناس، باش حتى انا صراحه انا ماشي مقاول ذاتي، انا اونتربريز، ولكن باش تكون عندي معرفه حتى الا تحدث معايا شي واحد نعرف، وعطاني معلومات كافيه. اللي نقدر نقول لك هو عاود نهار الاثنين ما تهدرش في السياج، وانما هدر مع شي واحد في شي سونتر دافير ولا في شي اجونس، حاول تشوف الناس ديال لي بانك. ماشي لا بانك ديالك، ماشي لا بانك، سير لا بانك ديالك باش تعرف شنو كاين. حيت السياج راه صراحه راه عشي سياج شحال فيه من ديبارتمون، تقدر انت هذاك اللي سولتي يكون في شي ديبارتمون ما عارفش شنو كاين. انه ما قال لكم ابتداء تصرح لي ديالك ولا لجنه الاقاده ابتداء من 27 في الشهر غادي يكون، ولكن ما قالوش لي ديتاي ولا التفاصيل ولا كيفاش ولا لي دوسي، ولكن هما قالوا ابتداء يعني انه كانوا بيتبعوا شي تفاصيل. من بعد ما تبدل حتى شي تفاصيل جيتو، فاش اتصلت قال لك لا ما فرصناش، فرصنا ضمان اكسجين وكذا من هنا. لا ضمان اكسجين، ضمان اكسجين تفعل، وحتى هذا ديال المقاول الذاتي بانور تفعل، حيت لجنه اللياقه 15000 درهم وبدون فائده ومده 3 سنين بدون فائده، وكترجعوا طريطات ولا انفيني انت واللي بغيتي. دونك هذا هو لو بوين ديال هذا هو لو بوين تعاود تشوف مع لاجونس ديالك. قلت لك حتى تعاود تشوف مع لاجونس ديالك، هما اللي غادي يقدروا يقولوا لك اشنو كاين بالنسبه لهاد الكريدي ديال المقاول الذاتي. حيت انا اللي في خباري واللي على يقين منه هو ان البرنامج تم تفعيله، الا كانت لا بنك ما فعلاتوش، المهم راه البنك الشعبي فعلاتو، الكليون ديالي راه ديجا استفد منه. واخا شكرا. مرحبا سعد، شي تساؤل اخر من طرف ويمكن يمكن تستافد من بنك اخر واخا ما حليتيش معاه الحساب وتكون انت مثلا مقاول ذاتي؟ خاصك تمشي تحل الحساب في ديك البنكه باش تستافد. هما ديك الساعه فاش يقول لك استافد راه لا بغيتي يفتحوا لك شي حساب. هما كيفتحوا لك الحساب، هذا هو لو بوين. قلتي لي البنك الشعبي؟ لا بنك بوبولار. شكرا سي مهدي. مرحبا سي عبد الله، بارك الله فيك سي مهدي. كاين شي تساؤل من طرفكم الاخوان؟ وي استاذ مهدي، الا كان ممكن إلا كان ممكن شي توضيح بالنسبة للامتياز والاستثمار ديال ماروك بيم، هذه واش هاد كريدي سونز انتيري؟ بالنسبة لماروك بيم ما كيعطوكش كريدي، وإنما كيعطوك اون سوبفونسيون. جو سي با واش مونسيوني نفس السلايد. السلايد كان فيه واحد البتي واحد لابتيت فوت بالنسبه للسلايد. انا غادي نصيفط للسي جمال باش يعاود يصيفط لكم لا دوكيومونطاسيون كومبليت. بالنسبه للامتياز راه ما كيعطوكش كريدي، وانما كيعطوك اون سوبفونسيون، كيعطوك هبه ماليه شريطه انك تكون شركه صناعيه. هذه الهبه الماليه بقيمه 30% من الحاجيات الاستثماريه ديالك في حدود 2 ديال المليون الدرهم. متفقين؟ كيعطوك 2 مليون الدرهم هبه ماليه
اللي كتشكل 30% ديال الحاجات الاستثماريه ديالك. هاد الحاجات الاستثماريه هو مثلا تشري ارض، تشري ماكن، تشري طوموبيلات، تبني ديك الارض يعني باش ديفلوبي لاكتيفيتي ديالك. وفي الشروط اللي كيحطوا هي انك تكون شركه صناعيه أوي، حيت كاين غلط في الارقام داير بيان غير في هذاك السلايد. هانتوما الاخوان الله يعطيكم الستر، هذاك لو سلايد ديال امتياز واستثمار راه فيه واحد الخطا جوست في الكتابه اللي ديالو. انا راه غادي نصيفط للسي جمال واحد لافيش بريزونطاتيف ديال البرنامج امتياز واستثمار، وهو غادي يقوم بالارسال ديالها ليكم. استثمار بالنسبه للامتياز والاستثمار، غادي الاستثمار هو بالنسبه للشركات اللي كتدخل رقم معاملات اكثر من 200 مليون درهم وقل من 500 مليون درهم. متفقين؟ يعني كفايتين 20 مليار سنتيم في رقم المعاملات وقل من 50 مليار سنتيم. كيعطيوهم هبه ماليه كتمول 20% من الحاجيات الاستثماريه في حدود 10 المليون في الدرهم. شكرا. مرحبا سي كمال. الو، مرحبا. لا نهيدا، عندك شي تساؤل؟ بغيت نسولك دابا. لنفترض انايا فهاد الفتره يعني بقات شهرين على باش ندفعو كيف ما قلتي. انا في هاد الشهرين ما عندي حتى شي حاجه ومازال ما وجدت شي حاجه، زعما مازال ما وجدت حتى شي حاجه، مازال ما درتش الدراسه اللي خاصني ندير، مازال ما درت حتى شي حاجه. واش زعما نقدر ندير هادشي كامل في هذه الفتره وندفعو؟ وهذا واش نقول لك؟ والله جاري با فوز اونطون، ما كنسمعكش الاخت نهيرة، ما كنسمعكش. اوكي واخا. الو، عاودي عافاك شنو قلتي ليا دابا؟ كتسمعني دابا؟ كنسمعك. فاز جيم. كنسمعك الاخت نهيله، تكلم لي لخيك. دابا كيك استاذ، لنفترض انايا دابا في هاد ما عندي حتى شي حاجه، مازال ما وجدتش الدراسه اللي غير خصني نوجد، يعني مازال ما حطيت حتى شي حاجه، مازال كفكره في بالي وفقط. اييه. وبغيت نخدم عليها في هاد الشهرين اللي باقا باش نقدر ندفع. هذا هو عين الصواب. هادشي راه نورمالمون خاصك تكوني بديتي فيه الصراحه. منين بدا الكونفينمون ودا هاد الحجر الصحي، خاصك تكوني بديتي كتقلبي وكتقراي وكتفهمي بعدا اشنا هي دراسه الجدوى، اشنا هو كيفاش نعملوا واحد ليتود مارشي، كيفاش غنديروا الاشهار. تكوني حطيتي الاساسيات ديال المشروع ديالك، متفقين؟ وعرفتي انت هي كيفاش غديري تسير لهذا المشروع وكيفاش غادي تخدميه وكيفاش غادي تبدايه، باش فاش يسالي الكونفينمون الناس اللي ما خدموش يكونوا يلا كيوجدوا، انت تكوني امورك واجده وتمشي تدفعي البنكة مع الناس الاوائل اللي غادي يبداو. متفقين؟ متفقين. غير هو يعني ممكن تخلي لي الرقم ديالك؟ مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. كونتاكتي سي جمال، هو راه يتكلف يعطيه لك. اوكي واخا، شكرا. مرحبا. شي نقطة اخرى من طرف الاخوان؟ وي استاذ مهدي، الا كان ممكن. مرحبا سي كمال. استاذ مهدي، كانوا اتصلوا بيا من لابونك باش انا ندفع الدوسيه ديالي على حساب البرنامج ديال الانطلاقه، وين اتصلوا بيا على حساب البروجي اللي كنت شاركت به انا معك في كازا، وبغاو يدفعوا لي على حساب داك لو دوسي هذاك، وانا خلاص بغيت نكبر لا سوسيتي ديالي. بغيت نعرف الا بحال هكا فاش كيجيك داك الكريدي، واش كيجيك داك لي شيك اللي كتخرج انت باش تاخذ الماتيريال اللي بغيتي، واش كيجيوك على حساب داك الشيء اللي عمرتي في البيزنس بلوم ديطاين كما عمرتي نتايا، ولا حتى كيجيك نتايا داك الموطو كيدوز للحساب ديالك وعاد كتمشي كتاخذ الشيك كتقول لهم بغيت شيك بحال ماشي خرج طوموبيل، بغيت الشيك ديال مشي للبريكوماند ناخذ الماتيريال. دابا دوك لي شيك كيجيوك في سميت لي فورنيسور اللي عطيتيهم، حيت انت كتعطي لي دوفي. مثلا خاصك طوموبيل كتمشي لا ميزون ديال غونو كتاخذ الدوفي ديالهم، خاصك اون ماشين كتمشي مثلا لشي شركه كتصنع لي ماشين كتاخذ لو دوفي ديالهم. هما ديك الساعات فاش كيعطوك الفلوس كيخرجوا لك الفلوس، كيخرجوا لك دي شيك اولا دي فيرمون في سميت دوك الشركات نيشان. متفقين؟ وي وي. ويلا وقع شي تغيير
بالنسبه لك انت سي كمال، المشروع اللي شاركتي به في انا معاك راه ماشي ضروري هو اللي تدفع به، تقدر تدفع بالبروجي ديالك وكتعتبر انت هو داك الشخص نفسه، ولو بروجي ديالك راه واحد المشروع اللي الصراحه جميل اللي غيكون من المشاريع الاولانيه اللي تقدر تاخذ داك الفينانسمون ديال الانطلاقه من طرف البنك ديالك. الله يبارك فيك سي مهدي. انا قلت زعما الا طرا شي تغيير بحال نقولوا شتي انت واحد الفاكتور بروفورما من عند بريكوم على حساب واحد الماتيريال، جيتي تسالو اخر لحظه وتا وصلك الكريدي ولقيتي بلي خاصك تاخذ داك الماتيريال من جهه اخرى بحال نقولوا ما لقيتيش عندهم داك الشيء اللي باغي، واخا خديتي لا فاكتور من بعد مشيتي لقيتي داك ستوك سالا داك الشيء بحال بداك اللي نوع ديال الماتيريال. تقدر ديك الساعه تكونتاكتي لا بنك ديالك، تقدر ديك الساعه تهضر مع البنكه وتشرح ليهم لا سيتوياسيون وتعاود تمشي تجيب ليهم الدوفي اولا الفاكتور بروفورما من عند فورنيسور اخر، وديك الساعه هما كيدوزوا لك الفيرمون في سميت داك لو فورنيسور جديد. واخا شكرا، هذه هي النقطة اللي بغيت نفهم. الله يسهل عليك. مرحبا سي كمال. الله يحفظك، شكرا. كاين شي تدخل آخر من طرف الإخوان؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سي كمال. الله يطول عمرك، الله يبارك لك. شكرا بزاف على لي زانفورماسيون بروبو دي تو سكي انفيستيسمون. مرحبا. الله يخليك. عندي دو كيستيون الله يخليك. انا ديجا بديت في لو بيزنس بلان بريسك في الفينال ديالو في ليتي ديالو، عندي جوج ديال لي كيستيون. واش ماشي مشكل ما يشكلش ان واحد الاشكال الا كان ديجا عندي مقاوله وغادي نستافد من البروغرام ديال الانطلاقه؟ والسؤال الثاني انه في المشروع ديالك كيطلب واحد لو تيغان، يعني واحد الارض، أما حسن بالنسبة لليوتيود واش نديرو؟ ندير في اليوتيود أنني نقدر نشري ولا جيست لوكاسيون؟ يعني فين غتكون البوان فور ديال اليوتيود في هاد لوكاج؟ مزيان قلتي لي أنت عندك مقاولة ياك؟ وي ديجا كان عندي مقاولة، بغيت ندير مقاولة أخرى باش نستافد من هاد لو بروغرام، يعني ماشي مشكل. واش المقاولة اللي عندك؟ المقاولة اللي عندك شحال في عمرها؟ تقريبا ديباسات 5 ديباسات 50، دونك انت في هذه الحاله بغيتي تمشي تاسس مقاوله جديده باش تدفع بها ياك؟ بطبيعه الحال. تري بيان، هذه القضيه ديال تاسس مقاوله اخرى تدفع بها ما فيها حتى شي مشكل، هذا الشيء ما كيطرحش مشكل. اما بالنسبه لقضيه التيران واش يكون لوكاسيون ولا تشريه، فماشي انا اللي نقدر نجاوبك، وانما انت اللي خصك تجاوب على هذه لا كيستيون، حيت انت اللي عارف المشروع ديالك وعارف اش اللي غادي يكون حسن ليك، واش انك انت تمشي تشري داك لو تيران اولا انك تمشي تكريه. هاد الشيء غادي تحددو على حساب لي شارج، الا كريتيه غادي تشوف لي شارج مونسيوال ديالك شحال غادي يكون داك لو تيران لا فالور ديالو، غادي تشوف الا شريتيه بشحال غادي يطيح عليك، وغادير لاموغتيسمون ديالو وتشوف اي ما احسن انك تشري ولا انك تكريه. فوالا، دونك المقاوله ديالك فاش كتشتغل السي احمد؟ الحاليه ولا اللي غادي نخدم عليها من بعد؟ اللي غادي تخدم عليها تقريبا في ديزاكتيفيتي توريستيك. لي زاكتيفيتي توريستيك، دونك بحالاش انت خاصك تيران؟ علاش تيران؟ باش يكون فيه بحال ان بيتي ريستو اسباس ديال توسكي ايفيرمونسيال و داكور. وشحال خاصك تقريبا؟ شحال خاصك تقريبا ديال الفلوس؟ واش فايت 120 مليون سنتيم؟ نو تقريبا شي 600000 درهم. هادشي الا شريتي التيران ولا الا كريتيه؟ لا هادشي الا شريتو، ولكن لا الا حيدنا درنا لوكاسيون غادي بيان سي غادي تنقص لو مونطون. دونك 45 مليون تقريبا. دونك هادشي هذا سا ديبون عليك انت يا جلس، وشوف اما احسن لك الا شريتي التيران واش غادي يكون فيزابل، ولا الا كريتيه واش غيكون فيزابل. حيت الصراحه ماشي انا اللي نقدر نجاوبك على هاد لا كيسيون، انت اللي خصك تجاوب عليها، حيت انت اللي عارف لا استراتيجي ديالك ديال الخدمه وكيفاش لو بلان داكسيون ديالك. دونك فوالا، انا قلت زعما من ناحيه اللجنه اللي غادرس المشروع واش غتكون بوان فور ولا واش كيفضلوا هما زعما اللوكاسيون ولا كيفضلوا الفون، هادي هو اللي كان عندي اشكال. هذا سي بوز كريتير اللي كيشدوا عليه. فوالا، دونك شكرا سي المجيب، بارك الله فيك. لاله اختي. مرحبا سي احمد. مرحبا. باقي شي تساؤل عندكم الاخوان؟ ما بقى حتى شي تساؤل؟ دونك
كنظن باللي كلشي واضح. نعطي الكلمه للسي جمال او لا باقي السي كامل عندك شي سؤال؟ شكرا خويا مهدي بارك الله فيك، راه فهمت ان الله كلشي وتبارك الله على الطريقه اللي فهمتي بها راه مزيانه يعني استوعبت مزيان. مرحبا الله يبارك فيك. مرحبا السي كامل. الله يسعدك. كنشكر الاستاذ المهدي على هذا اللقاء، الله يجازيك بخير، الله يجعله في الميزان المقبول. كنشكر الطلبه الكرام والشباب، مرحبا بكم في مؤسسه جام. ان شاء الله تعالى راه هذا اللقاء مع السي المهدي راه تم التسجيل ديالو، غادي تلقاو في نفس الموقع، تدخلوا مايكروسوفت تيمز ايكيب اكتيفيتي باراسكولير جا، وممكن تعاودوا تشوفوه ولا تستافدوا منه ولا تيليشارجي ولا مرحبا. وبالنسبه لي دوكيومونطاسيون اللي قال لكم سي المهدي راه اون فوا توصل بها غادي نحطو لكم تماكم ممكن تيليشارجيو منين داكو. كنشكركم بزاف. واحد جمال قبل ما نختموا اللقاء الله يجازيك بخير. ياس مهدي، فنبغي نقول للاخوان الناس اللي مهتمين بهذا المجال ديال انشاء المقاولات وكيفيه انجاح المشروع، فراه بفضل الله وعونه في هذا الكونفينمون هذا راني كتبت واحد الكتاب اللي كنتكلموا فيه على المشاريع الصغرى، على الانواع ديال المقاولات في المغرب، على لا فيسكاليتي والضرائب اللي كتخلص الشركات، على البيزنس موديل كانفا، البيزنس بلان، ليتود دو مارشي، اي حاجه تقدر تطيح لك في بالك كيفاش تنجح واحد المشروع او لا كيفاش تبداه. فراه كاين واحد الكتاب اللي سميتو لو غيد دو لونتربرونور، مورا الكونفينمون باذن الله عز وجل غادي تلقاو النسخ متوفره عند السي جمال في مؤسسه جاه انفورماتيك للناس اللي غادي يكونوا مهتمين باذن الله. تبارك الله عليكم. مرحبا استاذ. وبالنسبه للمؤسسه راه مع السي المهدي راه كنقوموا بالبيزنس بلان، كننشئوا الشركات ولا الاشخاص اللي معنيين بالامر، يعني ان شاء الله بعد هذا الكونفينمون بعد هذه الجائحه باذن الله راه اللي يحتاج الاستشاره ولا شي حاجه مرحبا، غادي تكون المؤسسه باذن الله مفتوحه ونديروا قعيده ان شاء الله تعالى وتعم الاستفاده للجميع. مرحبا بكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. رمضان مبارك كريم، والله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه ومبارك عواشركم الشباب، والله ما يسير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كل شكر لكم، كل شكر لكم، سامبروكا.